عيب علينا وكندعيو ان احنا ديمقراطيين وان احنا كنعرفوا الاختلاف وان ما فهمتش انا دابا هذا الاخ ديالنا عضو مجلس وطني يجي يقول حتى رد العدمان واش القنصليه ما ضيق حتى راه الدرجه سمعوا اللي عجبنا ما يمكنش زعما اسمحوا لنا الاخوان اما غنتعاملوا بنفس الاخلاق وبنفس ديمقراطي والعداد ديال المداخلات اللي تدخلوا ما متفق معاه كاع انا ككاتب عام ديال النقابه ومن حقي نوقف ما وقفنا حتى واحد زعما شوف اما باش نحترموا بعضياتنا ونحترموا هذا الاطار اللي كنتناقشوا فيه وكل واحد عنده مداخله له الحق يقول اللي عجبو يوسف ايدي الكاتب العام للنقابه الديمقراطيه للعدل طبعا اليوم عندنا الدوره العاديه للمجلس الوطني للنقابه الديمقراطيه للعدل وهي مناسبة اللي قدمنا فيها كمكتب وطني تقارير حول الوضع العام السياق المرحلي في البلدنا اللي كينعقد فيها هذا المجلس الوطني وايضا لوضع المناضلات والمناضلين والقوات واعضاء المجلس الوطني في صورة تطورات الوضع القطاعي واساسا المسار ديال الملف المطلبي والحوار القطاعي ايضا هي مناسبة للوقوف على اوضاعنا التنظيمية داخل النقابة الديمقراطية للعدل في افق عقد المؤتمر الوطني الخامس بالتاكيد كيف تبعتوا كاين نقاش قوي ونقاش حماسي ونقاش مسؤول ديال مختلف الاعضاء وعضوات المجلس الوطني اللي من خلاله كيقاربوا الاكراهات ديال الفن المطلبي والمسار ديالو وايضا يطرحونا الممكن في سياق الدفاع على المطالب العادله والمشروع عليها تكتمل بالضبط. فخر الدين بن حدو النائب الاول للكاتب العام للنقابه الديمقراطيه للعدل العضو بالفيدراليه الديمقراطيه للشغل. بطبيعة الحال بداية شكرا على المواكبة الإعلامية. اليوم المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل ينعقد في دورته العادية هنا بمدينة مراكش للتداول والنقاش والتحليل مجموعة من القضايا سواء تعلق الأمر بالملف المطلبي للنقابة الديمقراطية للعدل واللي كيف كيعرفوا مجموعة الإخوان الأخوات أنه اليوم عندنا واحد الاتفاق مع وزارة العدل حول تعديل النظام الأساسي فيه واحد مجموعة ديال الإصلاحات فيه واحد مجموعة التعديلات اللي كتهم تحسين طبيعة حال الوضع المادي أساسا والمعنوي والاجتماعي لكتاب وكتيبة الضبط ولموظفي الإدارة القضائية اللي كنعرفوا اليوم شأنهم شأن كل الشعب المغربي وشأن كل فئات الطبقة الوسطى يرزحون اليوم تحت نير الغلاء الأسعار يكسوون بنارها من طبيعة حال اليوم راه الموظفون بالكاد يؤمنون قوت يومهم وبالتالي مطروح اليوم على وزارة العدل أنها تحمل معنا المسؤولية والحكومة المسؤولية كاملة في إخراج وبسرعة لتعديل النظام الأساسي المحفز والمحصن لهيئة كتاب الضبط وفق ما تم الاتفاق عليه مع وزارة العدل. نتمنى من وزارة المالية أنها تكون عندها آذان صاغية وأنها يعني تساهم دورها في النهوض بهذا القطاع لأن النهوض فيه النهوض بالأوضاع المادية للموظفين ديالو هو نهوض بمؤسسة العدالة هو نهوض بواحد المرفق اللي إداري واللي قضائي حيوي وجد مهم اللي كيساهم في الخدمة القضائية اللي كيقدمها المجتمع. كذلك المجلس الوطني تداول ويتداول في إعداد للمحطة الخامسة للمؤتمر الوطني الخامس للنقابة الديمقراطية للعدل اللي عينا له بطبيعة الحال اللجان ونحن بصدد التداول في الأوراق المهيئة للمؤتمر وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاشي محمد عضو مجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل وعضو المجلس الفيدرالي الفيدرالي الديمقراطي للشغل. يأتي حضورنا اليوم في العرس النضالي للمجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل في دورته العادية استجابة لتطلعات مجموعة من المناضلين والمناضلات ويأتي الدورة العادية في الاستشراف مستقبل النضالي ومستقبل التنظيمي لنقابتنا الديمقراطية للعدل. بطبيعة الحال اليوم كاين مناقشة ديال الأجندة الزمنية للمؤتمر النقابة الديمقراطية للعدل وكاين الملف المطلبي على رأسه بطبيعة الحال القانون الأساسي المحسن والمحفز اللي جا غيجي في سياق ديال إصلاح منظومة العدالة واللي بقى هو بمعزل عن جميع المشاريع اللي تم المصادقة عليها من قانون أساسي رجال القضاء للتنظيم القضائي إلى أن القانون الأساسي لكتاب الضبط لا زال يبارك مكانه. واليوم المجلس الوطني بصدد دراسة المتعين
طبيعه الحال للحوار مع وزاره العدل، اللي هو مفتوح من طبيعه الحال، الحوار مفتوح مع المكتب الوطني، والاخوان في المكتب الوطني راهم بصدد التفاوض اللي كاين بين طبيعه الحال على حسن النيه بين وزاره العدل وبين النقابه الديمقراطيه العدل.